اهلا فيكم بحلقه من ارابيا انبوكسينج. اليوم شايفين كتير مبسوط. ليه؟ اقولكم هالمي تنشرب، اقولكم معقول تنشرب بس او معقول تنشرب وواحد ما يصير له شيء. يعني يا ريت فينا نوصل الريحه بالكاميرا، بس شو بدي لكم، هيدي بعتقد اوسخ مي. يعني قلت لهم للشباب جيبوا لي مي وسخه، بس بعتقد هيدي اوسخ مي بالعالم. يعني شو بدي لكم، شو ما في جواتها، شو ما في جواتها، وهيدي حاشربها كرمالكم. كيف حاشربها؟ من ورا اللايف سيفر فلتريشن بطل، اللي هي اليوم الاوبجكت الايتم اللي حاحكيكم عنه واللي حتقدروا تربحوا معنا مع اللوكي لايت جيف اواي كونتست على ارابيا انبوكسينج. قبل ما نبلش خلينا نذكركم على السريع شو بتعملوا تتربحوا معنا وكيف لازم تعملوا تتربحوا. رول فيلم. قوانين اللوكي لايك جيف اواي كونتست. اول شيء من هلا ورايح بكل فيديو حيبين معنا اللوكي لايك بوكس. اللوكي لايك بوكس هيدا هو. اللوكي لايك بوكس بيطلع كذا مره بالفيديو بطريقه عشوائيه، وفي يطلع وين ما كان بالفيديو، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون. ووقتها بيبين اللوكي لايك بوكس حيطلع منه رقم. هول الارقام اللي بيبينوا بتسجلون باخر الحلقه بتجمعون وبيطلع معكم رقم نهائي. ثاني شيء وقتها بيصير معنا الجواب بنروح على صفحه الانستغرام تبع ارابيا انبوكسينج، بنلاقي البوست اللي خصه بالفيديو اللي شفناه وبنحط الجواب بالكومنتس تبع هالفيديو. بنعمل لايك لانه لوكي لايك للبوست، ونتأكد نكون عاملين فولو للأكاونت، وبنعمل منشن لثلاثة من أصحابنا بالكومنت مع الجواب. ثالث شيء على يوتيوب كمان بنعمل لايك للفيديو لأنه لوكي لايك بوكس، ونعمل سبسكرايب للشانل إذا بعد مش عاملين سبسكرايب. وهي شفتوا ما في أهين من هيك. بعد ما نكون لعبنا بننطر الأسبوع القادم وقتها بتنزل فيديو جديد تبع عربي أنبوكسينج، وحننزل بانر مع اسم الربحان بيشوف حاله ربحان. هالبانر حتنزل مش بأول الفيديو، بنص الفيديو بطريقة عشوائية. كل مرة الربحان بيتصل معنا دغري على الدي ام على الانستغرام وبنبعث له دغري الجائزة. مع عربي أنبوكسينج صاحب كل لوكي لايك حياخد جوائز خويت. لكن اهلا فيكم بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. مثل العاده ما تنسوا حيقطع بانر خلال الحلقه اسم اللي ربح معنا تبع حلقه الماضيه، وانتبهوا على كل اللوكي لايك بوكسز مثل ما قلنا تقدروا تلعبوا معنا هالجمعه وتربحوا هاللايف سيفر بوتل. اللايف سيفر بوتل شو؟ اللايف سيفر بوتل مايكروبيولوجيكال ووتر فلتر. يعني هيدي بعتقد اقوى ووتر فلتر بالعالم. منا جديدة، يعني صار لها كم سنة نازلة على السوق، بس قد منا فظيعة كان ضروري احكيكم عنها واعمل حلقة عنها. مع اللايف سيفر بطل فينا نشرب اي مياه، حتى مياه صرف الصحي، مياه المجاري، مياه اي مياه كان فينا نقطعها فيها، وبربع ثانية بتصير مي فاترة، مي تشرب، مي ما بتشكل اي خطر على الصحة. وهلا بعد شوي حعملكم ديمونستريشن ان شاء الله تكون مظبوطة، بس بتبالكم تكون صلى هيدي برودكت صار له زمان. بقى خليني افرجيكم عنا. نفتحها بالاول، بيجي معنا هيدي القنينة. خلينا هلا نفرجيها ونشوف نتأكد انه ما في شيء جوات عنا. مثل هون كارين كيس حلو كتير، هون فينا نحط مثل غرض، وهون بيعطونا يوزر مانيول وستراب زيادة. هلا مش حنعوزهم، خلينا نحطهم هون. بقى هيدي اللايف سيفر ووتر بوتل. اللايف سيفر ووتر بوتل فيها كذا فلترات، حاعطيكم شوية تكنيكال سبيسيفيكيشنز عنا. هيدي اللايف سيفر بوتل بتشيل 99.99% مينيمم، بيقولوا مينيمم اوف يعني بركي اكثر من الفيروسات، و 99.9999% من البكتيريا. يعني عن جد بتطهر اي مي وشو ما كانت تكون. بنشوفها عندها هون يعني مثل بومب،
هيدي بنستعملها تنزيح المي تنقطع المي جوات الفلتر. الفلتر هون فينا نفتحها وهيدي اللي بنفتحها تطلع المي النظيفة. وعندها جواتها مثل فلتر طويل وفلتر كاربون من هون. الفلتر كاربون اوبشنال منجيبه لانه الكاربون كمان بيشيل يعني الريحة ان شاء الله لانه بيشيل الريحة والطعم السائلة من المي اللي عم نفلترها، لانه ايام فينا نكون شلنا كل الفيروس كل البكتيريا بس بضل المي طعمتها سائلة شوي، بس بتكون صالحة للشرب. بس انه مع هيدا الكاربون فلتر مفروض ينظفهم كلهم. ليه مهمة هالقنينة قبل ما اعمل التست؟ لانه اول شيء اكيد فينا نفكر انه في كتير بلاد ما عندهم مي فاترة، ما عندهم مي شرب، اما بيتعذبوا كتير تيجيبوا مي شرب. مع قنينة هيك هيدي القنينة قبل ما نغير لها الفلتر تبعها، لانه اكيد انه بعد فترة بيتغير. وانتبهوا في شغلة كتير مهمة، انه وقت الفلتر تبعها ما بقى يكون صالح لحالة حتوقف تكب مي، يعني مش انه في ريسك انه يكون انتزع الفلتر وبعد عم بتصفي مي. بس المهم انه هيدا كل فلتر بحيعطينا 4000 لتر مي، يعني اذا بنعرف انه تقريبا شخص average person بيعوز لترين لترين ونص مي بالنهار، يعني فلتر واحد حيعمل مي لشخص واحد لتقريبا 4.5 سنين. اذا واحد لحاله يعني هيدي لحالة خوات. مش بس هيك، اكيد هيدي بتنعز اذا واحد رايح كامبينج، اذا واحد بالصحراء بتضحكوا الشباب لانه اما اذا واحد تنقطع عنده المي، اما اذا رايح بلاد وين منه اكيد من المي بيقطع. يعني في كذا استعمال لهالقنينة. بعرف انه عم بيفرقوا كتير منا ببلاد افريقيا وين ناقصهم كتير مي وبالاحرى مي منيحة للشرب، لكن بلا ما نتأخر لانه كلكم ناطرين تشوفوا اذا كيف حاشرب هيدي المي اللي شفتوها بالاول. حنعمل تيست اكيد وقتها، ما زال هيدي مثل ما قلت لكم حتقدروا تربحوها معنا. وقتها بتجي القنينة لازم تشوفوا الانستركشنز، لانه بينطلب لازم نعمل شيء اسمه برايمينج للقنينة، يعني نقطع عليها مي كذا مرة بس تنبلش نشغل الفلتر. هيدي عملتها انا قبل بوقت، لانه لو بدنا نعملها هلا بالحلقة حتاخد كتير وقت، بس انه هيدي صارت برايمد و ready to use. بقى انا حارجع اخد هيدي المي اللي فرجيتكم عنها قبل، يعني عن جد قلت لهم للشباب جيبوا لي اوسخ شيء وجيبوا اوسخ شيء، بس حزيد عليها هيدي التراب فرد مرة، هيدي اكيد فيها تراب يعني ديجا شفنا، بس حزيد عليها. خليني نفرجي شوي لبشير هول الترابات، شوي تراب بركي تنعملها شوي، يعني عم نعمل شوية كوكتيل يا بي. طراب وحنخلط، يعني تفوج مصطفى هلا شيء، يعني عن جد بركي بشير بدك تعمل لك بركي شيء زوم قبل ما، عن جد شيء ما بيشهي ابدا. لكن حناخد كبايه، هذه كبايه فتره تا نشوف التحويله و تنفرجيكم كيف تشتغل. بالاول حنفتحها من ورا، قلنا هون عنا البامب، بس بالاول حنفتح هيدا من ورا ومنشوف انه هون تفتح معنا وعنا مثل فلتر اولاني، يعني هيدا بيخلي انه بركي يشيل الشقف الكبار بعتقد، لانه هون بشوفه في الفلتر جواتها. بقى هلا خلينا نحط هيدي ونجرب نعطيها خلطة، اخر خلطة ونعبيها، يعني ونعبيها ما بعرف شو جيبوا للشباب، يعني اوكي عم نوصل شوي كتير، بس من اللي عم بينقط فيكم تشوفوا انه عن جد طيب.
كفي مصطفى قال لي كفي. طيب اوكي، وهون بنشوف انه الفلتر الفوقاني عامل شغله لانه يعني وقف، ما بعرف اذا بشير عم بشوفها يعني مش عارف بال، يعني فينا نرجع نشيله شوي. في شعره كمان حطيته شعر. طيب يعني تراب وعليم. طيب عملنا هيك، نرجع بنحط هذا الفلتر هذا الغطاء وبنسكرها مظبوط. هلا حننظف الطاولة شوي على السريع. طيب لكن نظفنا شوي الطاولة، وهون فينا نشوف انه الأنينة معبية من هذا الكوكتيل الفظيع الشباب حضروه، يعني اللي مش بس ما بينشرب ما بينشم حتى. خلينا نشوف هلا الاوبريتنج تبعها، انه سكرنا حطينا المي اللي بدنا نشرب منها. قبل ما نفتح هيدي نفتح البومب وبنعملها شوية ضغط، 1 2 3 4، بس 4 بكفي تعمل شوية ضغط تتقطع المي وتفلترها. عملنا هيك شو بدنا نعمل؟ حنفتحها ونجرب نشوف شو بيطلع منها. حناخد هاي الكباية الفاترة وحنفتح هيدي من هون ومع ايد نظيفة حنفتح وهون فيكن تشوفوا انه عم بينزل مي نظيفة فاترة ما في، يعني هيدا بعد التست بدنا نشربها، بس انه اذا بيخف الضغط نرجع نعملها يعني من هاي لهاي، يعني من هاي لهاي. اول شيء هعمل تيست الريحه، هيدي ما لها اي ريحه، ما تشرب ما لها اي ريحه وما لها اي طعم، يعني عن جد يعني مصطفى عم بيطلع علي بشكل مقرف، بس ما إلها أي ريحة وما إلها أي طعم. يعني مين بدي يخلي، مين بدي يخلي يجرب؟ بشير بشير بشير، معودين على بشير. تعال بشير عمل معروف، شم اللي هيدي، هيدا بشير، بس شم هاي. طيب أوكي، وشم هاي، ما فيها شيء، دوقه. طيبة خويت، مش معقول يعني 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 خويت، يعني شو بدي لكم؟ هيدي اللايف سيفر بوتل، يعني مية شرب 4000 لتر بفلتر واحد، وين ما عن جد اوسخ مي بالعالم. هلا اذا ما شفتوني بحلقه الجاي وشفتوا حدا ثاني محلي، يعني التست فشل، بس بالمبدا لا، خليني اقول لكم عن جد ما فيها ريحه، ما فيها شيء، كله من ورا هالاختراع الفظيع اللي هو انا برايي كل الناس لازم يكون عندهم وحده منهم، لانه ما بنعرف امتى بنعوزها. وهيدي اللي حنربحكم اياها اليوم باللوكي لايك جيف اواي كونتيست. خليني اقطع على التقييم تبع اللايف سيفر بوتل. خليني اعطيكم تقييم لكان على السريع لللايف سيفر بوتل. بالتصميم بدي اعطيها لللايف سيفر بوتل 9/10، لانه عن جد مفكره كتير منيح. يعني هو اصلا يعني الشغله هالقد مهمه، ما كان ضروري حتى تكون حلوه، بس حلوه، فيري بورتبل، فيري ايزي تو كاري، منا كتير تقيله، منا كتير كبيره، بتتاخد وين ما كان. بسهوله الاستعمال بدي اعطيها 9/10، لانه ما في اهين من هيك. يعني بنفتحها بنحط المي الوسخه بنسكرها 3 ضربات بامب وتطلع مي فاتره، يعني ما في اهين من هيك، حتى ولد في يستعملها. وبالسعر بدي اعطيها كمان 9/10. هلا حقها تقريبا الأنينة اللي بتعمل 4000 لتر بالفيلت، هيدا القياس حقها تقريبا 170-180 دولار، يعني هيدا السعر كتير مقبول، وقتا بنعرف انه مع هيدا السعر عم نأمن 4
3000 لتر مي، يعني مي لشخص واحد، اما على 4.5 سنين وين ما كان بالعالم مي تشرب، يعني المي هي الحياة. وانه على كل حال وقتها بيخلص الفلتر من غيره بسعر كتير واطي، وبنرجع بنحط فلتر جديد وبيرجع 4000 لتر مي. يعني عن جد هيدا سعر كتير كتير مقبول. ما تنسوا انه مثل العادة بحط لكم اللينك بالفيديو ديسكريبشن عوين فيكم تجيبوا هالقنينة، وواحد منكم اكيد حيربحها مع اللوكي لايك جيف اوي كونتست تبع اليوم. ان شاء الله تكونوا انتبهتوا على كل اللوكي لايك بوكسز اللي بينوا بالحلقة، وبشكركم كتير لانه حضرتوا هالابيزود. ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، ما تنسوا تشوفوا شو بنجيبكم اخبار فظيعين كل مره. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب شير ولايك، وما تنسوا تكبسوا النوتيفيكيشن بوتن، هيك بتعرفوا شي ما تطلع حلقه الجاي اللي هي فيها حنقول مين حيكون الربحان تبع هيدي القنينه، واكيد حنعرض نقدم لكم جوائز جديد خوات مثل كل مرة. مرسي كتير، ومن هون لوقتها أنا بقولكم باي، وخليني أرجع أخذ كرعة مي لأنه شو هالمي الفظيعة.